للحديث عن الموضوع ينضم إلينا من برشلونة عبر خدمة سكايب أحمد العمري، مدير مكتب أو مدير موقع كتالونيا 24 الإخباري. أهلا بك سيد أحمد معنا في هذه النشرة. يعني أعداد الانخفاضات التي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية ربما بعثت على التفاؤل، لكن من جديد تقفز أرقام وأعداد الوفيات. كيف يتم التعامل مع هذه الانخفاضات والارتفاعات من جديد من الجانب الحكومي وكذلك مع السكان؟ سيدتي أهلا وصراحة مرحبا بكم. حقيقة كما جاء في التقرير، تم تسجيل اليوم أعلى ارتفاع مقارنة مع 3 الأيام الأخيرة التي تركت انطباعا جدا إيجابي بالنسبة ليس للمسؤولين الرسميين الحكوميين ولا كذلك حتى لدى عموم المواطنين، إذ تم تسجيل اليوم فرق 109 وفاة زيادة على ما تم تسجيله خلال 3 أيام الأخيرة. انطلاقا من 3 الأيام الأخيرة يتم التفكير والتفكير جيدا من أجل الرفع التدريجي للحجر الصحي، مما أصبح الحديث عن إمكانية العودة لفتح مجموعة من المجالات والشركات والمؤسسات في وجه العموم. لكن حتى اليوم بارتفاع أو العودة إلى زيادة الرقم المسجل، وجب الأخذ أكثر بحيثة والحذر، خاصة أننا إذا ما لاحظنا ارتفاع تسجيل المخالفات التي المفروضة على المواطنين، إذ بلغ تسجيل حوالي 2234 غرامة تم وضع فيهم 1402 تحت الحراسة النظرية، ليرتفع الرقم الإجمالي بمجموع الذين تم إيقافهم وتوقيفهم الذين كسروا الحجر الصحي 26,590، وتم وضع تحت الحراسة النظرية 14,143. لكن هذه الأرقام المسجلة لا يمكن تجاوزها، يعني إن كان البعض قد التزم بالحجر الصحي لكن مجموعة من الساكنة خاصة تزامنها مع سيدتي. أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد العمري، مدير موقع كتالونيا 24 الإخباري، كنت معنا من برشلونة. شكرا جزيلا لك.